السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت شركة هوندا عن أكورد موديل 2023، تصميم جديد كليا وأوسع وأطول من الموديل السابق بمقدار 6 سنتيمتر. طبعا تعتبر من سيارات السيدان متوسطة الحجم، وتبدأ أسعار الستاندر من 32,000 دولار، وسعر الفول كامل يصل إلى 40,000 دولار حسب الطلب. إضاءات أمامية LED مع LED نهاري لجميع الفئات الثلاث، السبورت والتورينج والستاندر. هذه فئة الستاندر، تأتي فتحة سقف طبعا. المحرك الهجين سوف يأتي فقط مع فئات التورينج والسبورت. إضاءة خلفية LED بالكامل متصلة على كامل خلفية السيارة. مقاعد مخمل، لا يوجد فتحة تكييف في الخلف. شاشة وسطية لفئة الستاندر مقاس 8 إنش. شاشة عدادات مقاس 12 لجميع الفئات. شكل السيارة رهيب والتصميم جميل. هذه فئة السبورت، لاحظوا العجلات مقاس 18، هايبريد، 2 مخارج شكمان، جناح خلفي باللون الأسود، إضاءة خلفية LED بالكامل. لا تنسوا متابعينا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله.